بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في نافذتنا دقيقتين من المعرض، ونستضيف فيها جمعية شفيعا من المملكة العربية السعودية لتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة، ومعنا الأخ سامي السعرة والأخ علي الشيخي ليطلعونا على ما يحتويه الجناح. يعطيك العافية، طال عمرك، منورينا بلدكم الثاني الكويت. لو تطلعنا على ما يحتوي جناحكم في جمعية شفيعة. عليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا. طبعا يحتوي الجناح على تعريب الجمعية جمعية شفيعة لتعليم القرآن، وهي أول جمعية خيرية متخصصة لتعليم القرآن لذوي الإعاقة، وعندنا الإعاقات السمعية والحركية والبصرية ومتلازم الداون وغيرها من الإعاقات المتنوعة التي تعتني بتعليم القرآن الكريم. الله يعطيكم العافية، ما شاء الله. أخونا علي الشيخي، لو تطلعنا على أبرز مطبوعات الجمعية. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عندنا من أبرز المطبوعات عندنا هو تعليم القرآن الكريم للصم، وهذا هو مصحف خاص بلغة الإشارة لفئة الصم، يخدم فيها ذوي الإعاقة، فالحمد لله. وعندنا كمان اللي هو منصة إلكترونية تخدم ذوي الإعاقة، فالمنصة هذه يعني المعلمين والمعلمات عندنا من التربية الخاصة متخصصين فيها، ونخدم جميع الإعاقات بحدها كاملة. شكرا لك. الله يعطيكم العافية، ما شاء الله على هذا الجهد، والله ينفع فيكم البلاد والعباد، الله يجزاكم خير. أعزائنا المتابعين، شكرا جزيلا لكم لمتابعتنا، ونلتقيكم في نافذة جديدة إن شاء الله. هدف واحد واجتمعوا.